السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة عن مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريكم طريقة إصلاح يد البي اس 3 في أقل من 5 ثواني. طبعا قبل قليل تعرضت لمشكلة بأن هذه اليد لم تعد تشتغل، فاعتقدت بأنها قد احترقت، ويعني على وشك أن قمت سأرميها في القمامة أو أضعها في أي مكان آخر. ولكن حل هذه المشكلة بسيط وبسيط جدا. عندما يعني فسدت هذه يد البي اس 3 لم تعد تشتغل، أضغط على زر البي اس، أضغط أضغط لم تشتغل، وصلتها بالحاسوب، وصلتها بالبلاي ستيشن، لا توجد أي شيء ولا يظهر أي لون أحمر في هذه الأزرار أو هذه الأضواء. فحل هذه المشكلة فقط سهل جدا، وتقوم بقلب يد البي اس 3، تجد هنا هذه النقطة أو هذه الزر، هذا الزر الريستارت، يعني وكأنه سيقوم بعمل ضابط مصنع لهذه اليد، ويقوم يعني بإعادتها إلى إعداداتها الافتراضية وإعداداتها الأولى. فتقوم بأخذ إبرة أو عود أسنان أو أي شيء، أو حتى هنا يعني خلال، تقوم بأخذه هكذا وإدخال هذا الإبرة هنا في هذه المكان هكذا، وتقوم ب تجد اسمع يعني يوجد زر هكذا. عندما تضغط على هذا الزر وعندما ضغطت على هذا الزر وضغطت على زر البي اس، اشتغلت اليد وبدأت تشتغل بدون أي مشاكل. أتمنى أن تكون هذه الطريقة وهذه الحلقة قد نالت إعجابكم، ورجاء إن أعجبتك هذه الحلقة لا تبخل لي بالنقر على زر لايك وكذلك سبسكرايب، يضر الآن أسفل الفيديو على يمينك، قم بالنقر عليه قبل إنهاء الفيديو للتوصل بجديد الحلقات الشبه يومية في كافة المجالات التقنية على مدونة العالم الافتراضي. أضرب لكم موعد إن شاء الله في حلقة قادمة، إلى اللقاء.